السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم النهاردة في درس جديد على قناة ميدو علي تك على اليوتيوب. طبعا يا جماعة طلبية الطلب المشاهدين أو زوار القناة طبعا كلموني على الفيسبوك وقالوا لي يا ميدو لو سمحت غير اسم القناة رجعها زي ما كانت اللي هو ميدو علي تك دي، لأن اسم القناة بعد ما غيرته كان اسمه مستر بروفيشنال، كانوا بيواجهوا صعوبة في إن هم يبحثوا عني وهكذا، نظرا لأن في كذا قناة بتحمل نفس الاسم ونفس المحتوى اللي أنا بقدمه في الكمبيوتر صيانة حماية فوتوشوب كل حاجة. فانا طبعا لبيت الطلب وبعت رسالة ان انا اغير اسم القناة، لان انا المفروض كنت انتظر 60 يوم، لكن بعت طلب رسمي لشركة اليوتيوب وغيروا لي القناة والحمد لله بقى ميدو علي. تقدروا تبحثوا عني بميدو علي وهتلاقوا اسم القناة طبعا والمحتوى وكل حاجة تمام. طبعا في طلب تاني من استاذ فيصل كلمني على الفيس قال لي انا عاوز درس طريقه عمل ريتاتش الفوتوشوب زي ده اهو بتاع سيرخي راموس بس من غير كاميرا رو فلتر. طبعا انا بستخدم كاميرا رو فلتر الموجود في اصدارات سي سي بس، يعني سي اس 6 وسي اس 5 مش موجود كاميرا رو فلتر. كاميرا رو فلتر ده يعني فلتر متميز ورائع جدا جدا لا غنى عنه في الفوتوشوب وخاصه في الريتاتشات. فانا طبعا تلبية طبعا الطلب الاستاذ فيصل هجيب اعمل لكم النهارده درس ريتاتش خرافي برضو صور اللاعبين بدون استخدام اي فلتر وباستخدام سي اس 6، بدون استخدام اي فلتر واستخدام سي اس 6. وطبعا في ناس بتقول طب نعمل ايه في كاميرا رو فلتر لانه حلو وهكذا، ان شاء الله هشرح لكم درس ازاي ترفع تثبتوا الفلتر ده في فوتوشوب سي اس 6. طبعا انا بقول لحضراتكم طبعا يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم كاميرا رو فلتر موجود في اصدارات سي سي بس، سي سي 2016 و2017 و2015 موجود في فلتر كاميرا رو فلتر. في سي سي في سي اس 6 مش موجود، في سي اس 5 و4 مش موجود. ان شاء الله اعمل لكم درس ازاي تثبتوه في سي سي اس في سي اس 6 اللي هنستخدمه النهارده. وطبعا ما تنسوش يا جماعه تدعموني بلايكات وسبسكرايب، ومتشكر جدا على 1783 مشترك، وان شاء الله اوصل ل 2000 مشترك بفضل دعم حضراتكم. درس النهارده اهو يا جماعه بالريتاتش، وده فوتوشوب سي اس 6. هفتح الصور، هفتح كده الصور دبل كليك او كنترول او وهختار صوره اللاعب، وطبعا ده ماتيو كوفازيتش لاعب كرواتي لاعب ريال مدريد. هختار كروب تول وهرجعها كده بحيث ان انا اسنترها بحيث ان انا اقلل في الصوره شويه، وبظبطها كده وبضغط علامه الصح وبزود كده من الويل بتاعتي بتاعت الماوس. هاي كده الصوره بقت اتش دي، وان شاء الله هرفعها لكم في ديسكريبشن على ايميجر. وبنسحبها كده في صوره الورقه المتنيه عشان نعمل لها كوبي او تيجي عليها كده تضغط كنترول جي بس. طبعا اللي مش عارف لسه الحروف يقدر يسحبها زي ما انا بقول لحضراتكم، تسحبها كده وادي اتعملت اهو، وادي قائمه الفلتر ما فيهاش كاميرا رو فلتر لان ده سي اس 6. هنستخدم النهارده هنعمل لها كوبي تاني هتبقى كده 3 لايرات. بنيجي هنا بنختار سيلكتيف كولر. سيلكتيف كولر دي اهم اداه موجوده، اداه سحريه لا غنى عنها لاي مستخدم او مصمم للفوتوشوب. هنا انت بتختار الاحمر كانك كده تتحكم في اللون الاحمر بس، فانا هختار الكراين وهزود كده، وانت على حسب طبعا ما انت عاوز، عاوز تزود حدتها عاوز تقللها وهكذا. لكن انا هخليها في موجب 12 وهنا هخليها في موجب 4. في الاصفر بخليها كده اخليها لون اخضر لانه واقف في ملعب موجب 17، وهنا في موجب 26، وهنا هختار الازرق لان هنا مفيش الالوان الكتيرة. هختار الاسود وهرجعها كده تبقى موجب 17، وفي الكراينز هخليها في موجب 8، وفي المانت اخليها موجب 1 كده تمام. ادي بالسلكتيف كولر وادي من غير، ادي بيها وادي من غير، فرق بسيط يعني. بنيجي هنا عند اخر لاير وبنختار قائمة الفرشة، وبنختار ميكس براش تول وبنخليها كده بحيث ان دي تكون شفافة، وبتختار فرشة ناعمة زي دي وتخلي الاعدادات كده اهو 20 20 20 18، وتختار فرشة ناعمة وتعلم على دي وتحس ان تكون دي شفافة، ودي بتعمل عملية تنعيم. اللي طبعا ما بيعرفش يستخدم الميكس براش تول يقدر يستخدم اللي هي البلور تول. بلور تول بتخلي الاسترتش بتاعتها في 20 او 25، وبرضه بتختار فرشة ناعمة، لكن دي صعبة شوية ما بتعملش التنعيم المظبوط. لكن دي طبعا اداة
عادية تقدر تستخدمها، لكن انا هستخدم الميكس براش تول واغلبيتكم كلكم عارفين. وطبعا هنا انت ما تقدرش طبعا تمشي بيه بالتنعيم ده، زي كل مرة بقول لحضراتكم ما تقدرش تمشي بالتنعيم كده ضغطة واحدة بنفسه بتعمل كده. بصوا انا كده مش سايب ايدي، اديك انت كده بص بوظت شكله خالص. فانت بتفضل بتاخد كده في كل ضغطة بتحدد الصورة، وبتيجي هنا وبتعمل كده اهو المكان اللي فيه لون واضح، يعني نفس الإضاءة كده اهو في القورة تقدر تمشي بيها عادي. وهنا هنصغر دي شوية اهو كده، ادينا احنا نعمنا كده يا جماعة. وبنيجي هنا بنصغر دي شوية، وبنيجي بالحتة كده وبننعم، بنفضل دايسين كذا ضغطة. بنيجي هنا عند الخدود، او في خطأ يا جماعة نظر اللي انا دوست عليها فالغيها واعمل لها كوبي تاني وهنحدد من الاول تاني. اهو يا جماعة يعني لازم التنعيم يبقى بالدقة قوي عشان تقدر تستخدمه. اهو كده يا جماعة تم التنعيم كويس اهو، ادي بالتنعيم وادي من غير، بالتنعيم ومن غير. بنعمل لها كوبي تاني، بنعمل لها كوبي وبنختار لاير جديد، بنضغط على شيفت اف 5 وبنختار 50% رمادي، بندوس على اوكي. وهنا هنخليها المود بتاعها سوفت لايت، وهنختار التغميق والتفتيح. هنبدأ بالتغميق الاول، وبتخليها طبعا الاكسبوجر بتاعها 20%، وبتختار برضو فرشة ناعمة، وبنغمق الاماكن المراد تغميقها. تقدر تكبر الفرشة من الدال وتصغرها بالجيم اهو كده. والاماكن البارزه اللي هي زي الشفايف صغيره وكده تقدر تغمقها عشان تبان اكتر واكتر، تبان اكثر جمالا يعني. وفي الانحنايات برضو والحواجب وفي القوره كده من فوقها والودان تمام كده يا جماعة. وبنختار اختها اللي هي التفتيح الدوجي تول، وهنا بنخليها برضو 20، وبنختار الفرشة الناعمة، وبنفتح الاماكن اللي ما اتغمقتش اللي هي زي القورة والحاجات دي. ادي كده القورة اهي كده، وبنسحب كده
اهو يا جماعة، طبعا نجربها بالاوفرلاي. الاوفرلاي زيادة قوي، في السوفت لايت حلو اكتر. كده احنا خلصنا تفتيح وتغميق، تغميق الوجه طبعا. وهي بنيجي هنا بنختار الكيرفس، بنرفع الهاندل دي شوية وبنرجعها كده سنة بسيطة كده، بنغمها اكتر او كده زيادة كده، تمام قوي. وبنختار هنا الكويك سيلكشن تول وبنعملها زائد، بنزودها كده 60، هنقص جسم ماتيكو فازيتش. طبعا في الاكثر دقة في القص اللي هو استخدام البنت تول، لكن البنت تول دي بتاخد لها وقت كتير جدا على القص الاحترافي، لكن انا عشان خاطر وقت الفيديو فبقص بالكويك سيلكشن تول. طبعا لو في اي زيادات او اي حاجات ناقصه في القص ده طبعا عشان بس الوقت الفيديو ما ياخدش كتير. وادي اهو كده بنقص جسمه كله. بنعمل لها زوم، كده تمام. وبنرجع لها تاني كده، بس طبعا بنكون محددين دي. وبعدها بنختار، بنضغط على شيفت واف 5 وبنختار كونتنت اوير، ونستنى يعمل لنا الفيل بتاعها. لا اسف اسف، هنرجع لها تاني. بنرجع ايديت وستيب باك وورد او الت وكنترول زت. هنا بناخد ده، بنوقف على اللاير، بنضغط عليه كنترول جي عشان نزود اللاير كده اهو، كده اللاير منفصل خالص لوحده. وبنقف بنكون دايسين كنترول، بتلاقي علامة مربع كده بنقف عليها، وبنيجي هنا بنضغط على شيفت واف 5 وبنختار كونتنت اوير، بنضغط اوكي، بنستنى يعمل لنا الفيل. اهو يا جماعة ادي بالرندر وادي من غير اهو، يعني احنا كده بالكونتنت اوير ده كاننا قصينا جسمه بس مزودين اللاير بتاعه زي ما هو كده اهو، تمام. بنلغي التحديد طبعا، بعدها بنوقف ده كده، بنخفيها، وبنيجي هنا بنعمل فلتر، بنختار بلور جاوزيان بلور، بنعمل بلور شويه كده 9.8 حلو قوي. وبنشغل الرايه تاني، بعدها بنزود له، بنعمل له كنترول جي، وبنختار المود بتاعه سوفت لايت وبنخليه في 40، وبنختار الكيرفس وبنرفع وبنحدد كده عشان تبقى تبع اللاير، يعني اي شغل هيحصل يبقى في اللاير بس بتاع اللي هو الرندر اللاعب. وبنرفع الهاندل دي وبنغمقها كده سنه بسيطه، اهو كل ده في الرندر اللاعب بس. وبنيجي هنا مثلا في التغميق والتفتيح، ممكن نغمق في لون التيشيرت اللي في التيشيرت بتاعه، نغمقه كده، نزود الاكسبوجر بتاعها نخليه 46 عشان يبقى التغميق احلى. والتفتيح برضو حاجة بسيطة كده تمام. بعدها بنيجي هنا وبنختار gradient map، ونشوف مثلا التأثير اللي هو أصفر في أسود ده، نشوف نعمل له soft light، تأثير مبالغ فيه قوي، بس هنختار gradient تاني اللي هو ليكن ده أو ده. طبعا في كذا جريدينت بس انا مثبتهم في الفوتوشوب سي سي 2016 اللي عندي،
فسي اس 6 ما كنتش بستخدمه، بس اضطريت النهارده استخدمه طبعا لحضراتكم. هنخليه الابيض في الاسود ده، وهنخففه ل 50%. حلو قوي اهو، بيديك حته سنه واقعيه شويه. بعدها بنيجي من فوق اللاير ده خالص، اللي هو قبل فوق ده، بنختار لاير جديد، بنختار فرشة ناعمة وبنكبرها، وهنا مثلا هنختار اللون اللي هو الأبيض. وباجي عند اللوجو بتاع علم كرواتيا ده، بنضغط له ضغطة واحدة بحيث انه يبقى بارز شوية، وبنختار اللون الأحمر اللي هو زي ده كده، وندوس عليه، وبنختار الأزرق وبنزودها، وبنختارها سكرين، وبرضو اللون الأخضر ده أو الرمادي مش مهم يا جماعة خالص كده. كويسة، بنعمل لاير تاني وبنختار الفرشة اللون الأصفر اللي هو ده، وبنكبر الفرشة قوي بحيث ان احنا نعملها كده، ونضغط نورها كده زيادة، نخش لجوه كده تمام قوي. بنعمل لها سكرين، نشوفها كده من فوق، لا هخليها من تحت احسن. تمام، وبنعمل لاير تاني وبنختار اللون اللي هو الازرق الازرق ده، بس بنغمقه شويه، وبنكبرها كده ونخليها تحت الاصفر، وبرضو هنخليها اوفرلاي، هنخليها اوفرلاي بتدي حته لمعان سنه. برضو بنختار اللون ده اللي هو ده، بس بنغمقه كده شويه، بنختار لاير جديد فوق الاصفر وكده، وبنصغر الداء الفرشة شوية، وبنخش كده بنعمل لها سكرين، وبنعمل واحدة تانية ونخليها في الأوفرلاي، ونختارها الأزرق الداكن كده. تمام، نقدر نعمل لها لاير تاني نزودها، بس المرة دي هنخليها برضو هنخليها سوفت لايت، سوفت لايت برضه هتكون تحت وكل ده. وهندمج اللايرات دي كلها في جروب واحد، نسحبهم كده وندخلهم جوه جروب، بنعمل له اللاير، بنزوده تاني ونجيبه فوق الالوان دي، وبنعمل له هارد لايت، وبنخليه في 40 او 66، خمسين. حلو اوي يا جماعة، اوكي اهو كده، عشان تبقى موازية من تحت وموازية السنة برضو من فوق. وهنجيب تحت اللاير كده فرشة تاني، بس المرة دي هتخليها باللون الاسود، وهنعمل دايرة كده، هنكبر الفرشة دايرة سودا كظل من تحته، من تحت اللايرات دي كلها، وهنخليه سكرين. وبنيجي من هنا بنختار فوتو فلتر، بنشوف الفلتر المناسب، وهنا من رأيي ده اللي هو الماجنت، ونخليه تحت كل السلكتيف كولر وكل ده. هنخليه زي ما هو نورمال، وبعد كده بنيجي هنا بنختار جريديانت ماب، وبنختار كده بنفس اللون التدريج، وبنخليها في 60%
او 40. بعدها بنعمل بنضغط على الت شيفت كنترول اي عشان ندمج كل الصور دي في كل اللايرات دي في صورة واحدة كده. بنعمل لها كوبي، بنقص جسم الشخص تاني، بنضغط عليها كنترول جي بنفصل اللير، وبنعمل له هنا بلور موشن بلور. خلينا الانجل سالب 44 والديستانس 35، نضغط على اوكي وبنخليها لايت نت، خليها لايت نت ونخلي الاوباست بتاعتها موجب 21. بنيجي فوق اللير، بنختار فرشة وبنعمل لير جديد، وبنختار اللون على سبيل المثال اللي هو اللبني ده، بس هنزوده شوية، ونزود له اضاءه هنا، نعملها سكرين، نزود له اضاءه تانية، نعملها سكرين، نختار الغامقه، نضغط هنا ونعملها تفضل هي كده في نفس اللاير، وبتيجي هنا تختار اللون اللي هو الاسود، وبتيجي هنا برضو بتغمق سنه بسيطه، وبنختار بدل اللبني بنخليها اصفر شويه. كده وبنيجي نختار جريدينت ماب ونخليها بالابيض والاسود، بنعملها سوفت لايت ونخلي اللوباست بتاعتها 40 او 50، 50% حلوة. وبندمج كل دول الت وشيفت كنترول اي، وبنيجي عند الكيرفس نرفع الهاندل برضو، ونرجع البلاك بتاعتها شويه، ننزل الهاندل سنه بسيطه، ونغمق نفتح دي كده، اهو يا جماعه كده. وبنيجي في البرايتنس اند كونتراست، وبنزود في كونتراست، وبنقلل في البرايتنس، بنخليها سالب 15، بنخليها في سالب 4، والكونتراست بنخليها في 3، بننزلها تحت الكيرفس، وبندمجها وبنحطهم كلهم في اللير لوحده. بندخلهم كلهم جوه اللير، بنقفله كده، وعلى سبيل المثال بنجيب فرشة ونغمق حاجة بسيطة، نختار فرشة سودا، وفي الأطراف بتمشي كده في الأطراف من تحت ومن فوق، وبرضو في الجناب وفوق، وبتزاوق بتكبرها شوية بألت وتي كده، ومثلا نخليها في
السوفت لايت. ندخل دي كده سنة بسيطة، وندخل دي كده، نرفع دي كده لفوق، ندخل دي تمام، وبنعمل نيو لير. ممكن نختار فيه جريدينت، بنختار ده بنخليها في الشفافة دي، نعمل كده من تحت. بحيث ان هي تكون طويلة من تحت كده شوية، بتعمل لنا اضاءة. كده يا جماعة بنخليها في السوفت لايت، ونقلل الباست بتاعتها ل 17%، وبنرجعها تحت كل الليرات دي. كده يكون خلصنا، ونشوف الفرق. ادي قبل وادي بعد، ادي قبل وادي بعد، بعد قبل بعد قبل، اهو يا جماعة. عشان تحفظها بالصيغة عالية جدا، صيغة البي ان جي بتضغط على شيفت كنترول اس، او الت وشيفت وكنترول اس، يفتح لك صفر ويب، وانت بتختارها بي ان جي 24، تختار بي ان جي 24 احسن من جودة الجي بي جي. خليها جي بي ان جي 24. تستنى كده اهو، تعمل سيف، وادي هنا اهو، بتسميها اي حاجة في الديسك توب، واهو كده، وبتحفظ الصورة اهو يا جماعة. وادي الصورة بعد الريتاتش، الصورة بعد الريتاتش اهي. حتى كمان بصوا هخليها لكم كباك جراوند عشان تشوفوها اهي. ادي بعد وادي قبل، ادي قبل وادي بعد، بعد وقبل، بعد وقبل. طبعا في فرق واضح جدا جدا جدا، والصورة كده تقريبا يعني شكلها اكثر جمالا، اكثر جمالا واكثر وضوحا. وطبعا لو في كاميرا رو فلتر، او في معظم الفلاتر بتخلي شكل الصورة احلى بكتير جدا جدا جدا. لكن طبعا انا النهارده درس، النهارده انا مش مستخدمه علشان استخدم فيه فلاتر او ايا يكن. ممكن نديها سنة واقعية شوية، نختار ستايلايز ديفيوز، بنختار انتر بوكس، بنخليها ناعمة شوية، بنخليها 25%. كده الصورة أكثر نعومية وأكثر وضوحا أهو يا جماعة. هذه الصورة قبل، سيبكم من دي، قبل وبعد أهو، بعد قبل بعد وقبل. ده يا جماعة شرح النهاردة، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وتكونوا استفدتوا مني، وتكونوا فهمتوا كويس. ان شاء الله يا جماعة اشوفكم في دروس تانية. في نهاية الفيديو احب انا اشكر حضراتكم على 1783 مشترك، وبإذن الله اوصل ل2000 و3000 مشترك بفضل دعم حضراتكم. واسيب لكم الروابط بتاعتي في الديسكريبشن اسفل الفيديو، التويتر والفيسبوك والانستجرام والاسك، لو عاوزين تكلموني او تسألوني في اي حاجة. ولو عندكم اي استفسارات او اي فيديوهات عاوزين الشروح ليها، تقدروا تسيبوها لي في كومنت اسفل الفيديو، وبإذن الله هعمله لكم فورا. وان شاء الله انتظروا الجديد في الايام القادمة من دروس جديدة، وان شاء الله اشوفكم في دروس تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.